لكن خلينا نتوقف بصراحة عند نقطة مهمة جدا يمكن حصلت في مباراة الدنمارك وفنلندا، طبعا لحظة سقوط لاعب الدنمارك إريكسن. عايز أتكلم على 4 5 نقط مهمة جدا جدا، ويا ريت كمان إحنا هنا في المحترف بنحاول نوصل الصورة إزاي الناس دي شغالة برة، احترافية على أعلى مستوى واحترافية في الديتيلز الصغيرة جدا جدا. يمكن لقطة سقوط إريكسن في الملعب، اولا كابتن الفريق اللي راح وسيمون وعمل البوزيشن الطبي السليم وعمل يعني سرعه اسعافات جيده جدا، دي نمره واحد. وكمان على مستوى الفرقه زي ما حضراتكم شايفين الفرقه بتعمل ستاره حوالين اللاعب بتمنع اي مصور يمكن التقاط الصوره طبعا لاحتراما للنجم الكبير اللي واقع. ده على مستوى الكابتن وعلى مستوى اللاعبين. نيجي كمان على مستوى الإدارة الطبية، قد إيه المسعفين نزلوا بسرعة فائقة جدا، التناغم ما بين الأجهزة الطبية ما بين فريق الدنمارك وما بين الدكتور، وإزاي إن اشتغلوا 20 دقيقة بيحاولوا إنقاذ هذا اللاعب. كمان نيجي على مستوى الجماهير، بتتكلم على المستوى الجماهيري، الجماهير كلها في هدوء تام، في ترقب واضح للاطمئنان على النجم الكبير. وكمان على مستوى التنظيم، بنتكلم على تنظيم البطولة نفسه، ان كمان الويفا قالت للجماهير بتستنى ان احنا بنتابع حالة اللعيب بشكل دقيق لغاية ما اطمنت على حالة اللعيب وعودته الى الحياة بشكل رائع، وقالت هنستكمل المباراة. اخر نقطة بتكلم فيها وياريت نتعلم منها، مخرج المباراة. مخرج المباراة كان يمكن في جو السوشيال ميديا اللي احنا عايشينه دلوقتي واللقطة والترند، كان ممكن جدا يركز ويعيد لقطة سقوط إريكسن على أرضية الملعب لأن الناس العالم كله، لكن احترام المهنية زي بنتكلم على العالم الاحتراف في كرة القدم، كمان جزء الإخراج عليه عامل مهم جدا، إن مخرج المباراة يمكن ما قعدش خالص لقطة سقوط إريكسن خلال وقوعه في الملعب. عايز بقول لحضراتكم التعامل باحترافية شديدة جدا 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 في هذا الموقف، يمكن الموقف ده العالم تابعه، لكن نقط مهمة جدا لازم نخرج بيها ونتعلم منها. احنا دايما بنحاول نتعلم للأفضل، نحاول نوصل للبروفيشنال، للحياة الاحترافية الحقيقية، وإن شاء الله هنتابع كل ده من خلال المحترف.